والآن إلى شباك هاشتاغ، والذي نرصد فيه أبرز ما تم تداوله الفلسطينيين على مواقع التواصل مع الزميلة يارا العملة. إذن أهلا بك يارا، والبداية مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد زيارة حوالي 9 سياح من كوريا الجنوبية. نعم ران، يا أهلا بك. يعني القصة بدأت عندما أعلن الجانب الإسرائيلي في بيان بأنه وفد كوري جنوبي مكون من 77 شخص تبين لاحقا إصابة 9 من بينهم بفيروس كورونا. منذ أن أو بعد أن أعلن هذا الخبر بدأ أن أصبح كورونا حديث الساعة، ليس فقط على منصات التواصل الاجتماعي وإنما أيضا عبر وسائل الإعلام الفلسطينية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ وقالت بأنها مستعدة لمنع انتشار الفيروس حتى قبل أن أعلن عن إصابة بعض أعضاء الوفد الكوري بالفيروس، وقالت أنها أقامت مركز صحي في مدينة أريحة لفحص المسافرين القادمين من الأردن أو القادمين أيضا من الدول الآسيوية المنتشر فيه هذا الفيروس، وأكدت بأن فلسطين خالية من الكورونا بعد أن أجرت 79 فحصا جميعها كانت سليمة. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الموضوع، وكانت يعني هناك حالات من القلق الجدي، وأيضا هناك من تناول الموضوع بشكل ساخر. عماد قال: كان من شبه المؤكد أن يصل الكورونا إلى فلسطين، ولكن الأهم من ذلك ما هي استعدادات وزارة الصحة الفلسطينية؟ هل مركز الحجر الصحي في أريحة كافي؟ هل تم تجهيز مركز حجر صحي في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله؟ هل لدينا كمامات طبية وأدوات واقية كافية للكوادر الطبية و المواطنين أيضا؟ رانيا، كان هناك انتقادات لبعض من تداول صور لآسيويين متواجدين في فلسطين سواء كانوا صينيين أو كوريين، وقالوا بأنهم أعضاء من الوفد الكوري، ولكن هؤلاء الآسيويين هم تبين لاحقا بأنهم يتعلمون اللغة العربية في فلسطين أو متضامنين يعني. وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكف عن تداول هذه الصور، روان كتبت: ما في إنسان بيختار المرض أو بيحب يصيبه، مش حلو ننشر صور الكوريين اللي كانوا في الفترة الأخيرة في الخليل على سبيل الضحك والمسخرة، ربنا يبعدهم، لأنه بتوقع إذا بدأ عنا بيحتاج يومين زمان وثلثين الشعب بيكون مصاب. محمد يقول: الاحتلال نزل بيان صحفي ذكر بالضبط وين كانت جولة الوفد الكوري من فنادق لمطاعم لمناطق سياحية ومدن، في المقابل الوفد الكوري لف 4 محافظات عنا بدون أي تفاصيل وين دخلوا وين طلعوا. ليش؟ لأنه ببلادنا مين ما بده بدخل وبطلع بدون أي سؤال، بكل بساطة البلاد سارحة والرب راعيها. ناصر يقول: على الأقل إحنا كورونا تبعنا كوري أصلي مش صيني تقليد. طبعا ما أن أعلن خبر بأنه هناك احتمال لوجود إصابات بالكورونا ممن تحديدا احتكوا بهذا الوفد، بدأت عمليات احتكار للكمامات من الصيدليات من بعض طبعا التجار، ونشد الفلسطينيون وزارة الصحة الفلسطينية للتدخل وتوفير أيضا الكمامات في الأسواق. يقول إبراهيم: الشعب الوحيد اللي بيدفع الضريبة مقدما على كل أنواع السلع، وفيش إشي اسمه استرداد ضريبة، وبالآخر بدك تشتري كمامة على حسابك وبأضعاف سعرها، حتى لما بدك تموت راح تموت مضحوك عليك. نذهب إلى الموضوع الثاني، وفيديو التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم من قبل جرافات الاحتلال. نعم رانيا، يعني دعينا نتابع هذا الفيديو. في الحقيقة صادم لجرافة تابعة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد محمد الناعم في خان يونس في قطاع غزة. الفيديو أيضا يظهر قنص وإطلاق رصاص على شبان كانوا يحاولوا انتشال جثمان الشهيد، لكن إصابتهم حالت دون ذلك. كما تشاهدون كيف يتعامل الاحتلال مع جثمان الشهيد. جيبه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا الله ماذا يجري، يا الله يا الله، شوفوا الجثة. طبعا هذا الفيديو أثار موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره الفلسطينيون جريمة حرب، خاصة بعد أن تفاخر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بذلك، وقال بأنه إذا اقتضى الأمر سيرسل آلاف الجرافات، وذلك في إطار الإعاز أو إعازه بجمع جثث الشهداء الفلسطينيين، وذلك لغاية تبادل جثمان الشهداء أو جثامين الشهداء مع أسرى لجنود إسرائيليين في قطاع غزة. هند التي نشرت الفيديو
كتبت: المجد للشهداء وحدهم والخزي والعار للخونة والمتخاذلين. فيديو مؤلم جدا لجرافة الاحتلال تسحب جثمان الشهيد شرق خان يونس وتنكل به، فيما يحاول شبابنا الأبطال بصدورهم العارية انتشاله. خالد يقول: بعد هذا المشهد لا غزة ولا ضفة، لا مقاومة ولا مساومة، كلنا في الذل سواء. محمود على تويتر نشر صورة للشهيد محمد الناعم وأيضا صورة للشهيد شاكر حسونة من مدينة الخليل وكتب: 19 عاما ما بين فجيعتين، حين سحل شاكر حسونة في شوارع الخليل ونكل به، واليوم يسحل جثمان محمد الناعم بكف جرافة شرق غزة فقط ليؤكد لنا هذا العدو، نحن أبناء الفجيعة العابرة لأعمارنا وذاكرتنا، أن إسرائيل هي الهزيمة التي لا تزال تلعق دمنا قبل أن يبرد وتخوض في لحمنا بشوكة من فولاذ. فارس يقول: لا ينفع المال والوسطاء والتفاهمات والتنسيق الأمني أمام هذا المشهد، سنبقى نحن المقاومين وأصحاب هذه الأرض. الموضوع الثالث حول فيديو أثار ضجة لمدرسين اعتدى على طلبة في مدرسة بنابلس. نعم، هذا الفيديو رانيا التقطه أحد القاطنين بالقرب من المدرسة في مدينة نابلس، يظهر معلمين يعتدون بالضرب الشديد على الطلاب في باحة هذه المدرسة. دعينا نتابع رانيا هذا الفيديو ومن ثم نعود للتعليق عليه. طبعا هذا الفيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على المعلمين، تدخل وزارة التربية والتعليم لوقف هذه الاعتداءات والضرب بغض النظر عن الأسباب للطلاب. مي أبو عصب كتبت: هاي اسمها قلة كرامة وذل، لازم نرفع الصوت، ما بقبل لابني أو بنتي ينهانوا بهاي الطريقة ولا حتى بغيرها. إنزال العقوبة بأستاذ أو اثنين وبإجراءات تتخذ بحق المدارس، الكل يرتدع. وزارة التربية والتعليم ورجونا الإنجاز على أصوله، أنتم على المحك. دياب يقول: صناعة الإنسان الفلسطيني المقهور، شكرا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية الوطنية، شكرا لإعادة تسمية التوجيه توجيهي وشطب مصطلح الإنجاز من ذاكرة الطلاب والطالبات. أخيرا معلمة تقول: هدول معلمين ولا محققين بجهاز أمني؟ هي مدارس، هل هذه مدارس أم مراكز تعذيب؟ هدول الأولاد في إلهم أهل بيسألوا عنهم، لو شو ما كانت الأسباب ما بيطلع لأي معلم أو معلمة يضرب أي تلميذ أو تلميذة. بدي أشوف وزير التربية شو رح يعمل بهالحالة. وأشارت إلى أن هذه المدرسة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. شكرا لك يا رأى.